Hi everyone, today we are going to talk about the prepositions at, on, in, at-on-in, at-on-in, okay? حفظها لتتفصل. You have to learn it this way, at-on-in, like one word, at-on-in, one كلمة, at-on-in. باش نشوفوا بلي نبداو بات, what on, what in. At هي on عربية عند, on هي على, في هي in, okay? At هي more specific. هذا على or on هي little bit wider, واسعة شوية. هذا in هي wider, واسعة بالبزاف. هذا long at, نستعمل at في الوقت وفي المكان, time and place. We use at, on, in to describe time, الوقت, أو place, وهو المكان. At نستعملو كي يكونوا specific في الوقت ولا في المكان. Specific يعني مكان ولا وقت محدد. Specific محدد. Okay. مثلا هنا hours 5 a.m. 5 p.m. نتلاقاو على الساعة 5 والميت at 5 a.m. or 5 p.m. or 6 a.m. or 7 p.m. or specific exact time. نستعملو at, we'll meet at 5 a.m. or 5 p.m. or at 5 a.m. Okay. نستعملو at any parts of the day, midnight. Okay. We will meet at midnight. At midnight. نتلاقاو at midnight. نروحو we leave at midnight. At midnight. هنا هذه at midnight is an exception. An exception. Okay. When we talk about the morning or afternoon or evening, we'll say in the evening, in the morning, in the afternoon, just midnight. We'll use at midnight. It's an exception. Okay? صح. This is at for the time. It's specific. Concerning the place, when we say we are going to meet at the station, at the bus station, at the train, at the airport, سادي نتلاقاو في لاري بوس كيما نقولوا لاري تاع لي تران ولا المطار الى اخره, نستعملوا كلمه at. رانا اكزاكت نتلاقاو وين؟ في لاري بوس. نتلاقاو وين؟ في المطار. هذه at, نستعملوا at because we are specific. اوكي. ونستعملوا ثاني لي زاد بارابور لي زادريس. نقولوا مثلا 325 عميروش ستريت. اوكي. لا بلاص هذه, الطريق هذه اسمها عميروش, معناها عندها يعطينا الرقم اكزاكت, ذا اكزاكت نمبر 325 عميروش ستريت, عميروش, طريق عميروش. هذا عندنا رقم اكزاكت تاع تاع باتيمون الى اخره 325. هنا نستعملوا at, at 325 عميروش, باسكو نسوم اكزاكت سبيسيفيك. اذا ولينا نعطوا شويه سي محمد ان هنا, هذا نفس الشيء مثلا عميروش ستريت هذه. اذا قلنا مثلا تلاقاو عند على على عميروش ستريت, اوكي, واش نقولوا؟ وي ويل ميت اون عميروش ستريت. إذا استعملنا رقم 325 نقولوا at 325 عميروش ستريت. وإذا نحينا 325 ماناش فريمون سبيسيفيك, رانا ليل بيت داوا شوية واسعة, باسكو عميروش ستريت واسعة كبيرة فيها عدة أرقام, فيها عدة بيلدينغ باتيمون إلى آخره, هذوك نستعملوا on عميروش ستريت. أوكي. كاين فرق ما بين at سبيسيفيك, on شوية واسعة, طريق تاع عميروش واسع. كونسيرنون لو طون تاع اون, هذه ثاني نستعملو مثلا اون ذا ويكاند. ذا ويكاند فيه 24 ساعة, فيه يومين, نستعملو اون واسع, ماناش سبيسيفيك, ماناش اكزاكت باش نستعملو ات. نستعملو اون باسكو واسع شوية, طون واسع شوية, 24 ساعة. هذا هنا نقول مثلا days Monday, لقاو نهار اثنين, we will meet on Monday, we will leave on Monday, we have an exam on Monday, نتلاقاو يوم الاثنين, عندنا الاكزام نهار الاثنين الى اخره. هنا نستعملو
ان نتلاقاو في 25 ابريل 25th of April. We will meet on 25th of April. I'm leaving on the 25th or 26th of April. Okay. عطيت en quelque sorte un peu spécifique 26th, mais شوية واسع parce que le 26 هذا عنده 24 ساعة. هذا ما على باليش كان 8 تاع الصباح ولا العشية ولا لابري ميدي ولا إلى آخره إلى آخره. سي بور سا كو حنا نستعملو on parce que عنده 24 ساعة واسع. Donc at exact on نستعملو كي يكون الوقت واسع تاع 24 ساعة. فيما يخص المكان نستعملو on إذا كان واسع كما قلنا ميرور ستريت ولا أي حي كبير كذا وكذا. وإذا رانا exact عطينا رقم exact وين نتلاقاو هذا فما نستعملو at. Okay. Now concerning n, n هذا واسع أكثر منهم كاع واسع ونقولي اسمه wider. وايدر هذا اسمه غنوري واسع هذا. فهذا ان هذه نستعمله مثلا في ما يخص سنتريز. سنتريز مش معناتها سنتريز هي القرون. قرون مثلا القرن التاسع عشر، القرن السابع عشر، القرن الثامن عشر نستعمله ان. ان ذا 19th century، ان ذا 18th century صار كذا وكذا الى اخره. ولا نستعمله في decades العشريه عشر سنوات يعني حاجة واسعة أنا في العشر سنوات مثلا in the 80s in the 90s في الثمانينات في التسعينات في السبعينات إلى آخره نستعمله هنا in the 90s or the 80s years العام لا الأعوام العام الفلاني في 1990 1975 1965 Algeria got its independence in 1962 We started our revolution, started that ثورة تاعنا ضد فرنسا against France in 1954. وإذا قلنا برك العام 1954 نسميه in 1954. هذه parapol years. The months also the same thing. الأشهر نفس الشيء. January, February, March. هذا. We will meet in January. We are leaving in January. We are going to get our vacation in July. هذا. شهر كي نهضرو على الشهر نستعملو ان كي نهضرو على الاسبوع مثلا ان 5 ويكس ان 4 ويكس 4 اسابيع 5 اسابيع الى اخره هل كان سيزونز سبرينغ ولا وينتر سيزونز يعني الفصول في الربيع في الشتاء في الخريف الى اخره نستعملو ان ان سبرينغ ان سمر ان ذا وينتر ان صفر الى اخره من بعد ثاني قال لك بيريودز اوف تايم فيوتشر ان جروند بيريود اوف تايم سمانة موا انو كذا وكذا كاع هذا الكرون بيريود هذا تاع تايم نستعملو ان من بعد قالك بارتس اوف ذا داي كيما قلت لكم قبل قلنا ات ميد نايت هي الوحيده اللي تكون ات لكن الاخرين كاع ان ذا مورنينغ ان ذا افترنون ان ذا ايفنينغ هذه فيما يخص الوقت وقت نستعملو ان وقت نستعملو اون وقت نستعملو ات شفاو اليوم هاك ات اون ان هذا من بعد نولي لسوكوتيرا بارابور المكان the place اوكي هنا فرينا نورمالمون هنا قلنا at station ولا 325 اميرو ستريت on اذا كنا نتلاقوا نقولوا communication okay. I heard the news on the radio on the radio Okay. I read it on the internet. قريتها في الانترنت. We will meet on the bus station. Okay? On the floor. Something on surfaces. Something is on the floor. Something is on the ground. On the floor يعني في الأرض. On the ground نفس الشيء. On. هذا. We'll meet on كما قلت لكم ري عميروش. هنا مانيش سبيسيفيك ما قلناش 325 325 عميروش قلنا برك عميروش عميروش ستريت طريق عميروش نستعملو ان فيما يخص ان في المكان ان ا كار اون كلوز سبيسز رانا داخل ا كار وي ار ان ذا كار اون كلوز سبيسز يعني حاجه مغلوقه خلينا ندخل داخل لا ستاسيون تاع التران باريزون ان The train station in the train station. دخل الدخل الايربورت لايربورت نقول in the airport. بس في الايربورت هذا واسع
الباص ستيشن واسعة ثاني ولا الترين ستيشن واسعة دونك نستعملوا ان حاجة مغلوقة هذا انكلوزد سبيسز. من بعد نيبرهود الجي كاين الجي ومن بعد كاين ثاني لي كارتي هذا الكارتي هذاك ثاني بيس الكارتي هذاك اسمه نيبرهود الكارتي اسمه نيبرهود والميت ان مثلا ساحتو هذا والميت ان الحراش سيدي كارتي كبار ان استعملوا ان. من بعد سيتيز ولايات الى اخره اي ليف ان بويرا اي ام جوينغ تو بويرا اي ام لافيون تهبط مثلا في الجي ان هو ريبومدين ايربورت اوكي ان ذا ايربورت ان بويرا ان باريس ان نيويورك هذو السيتيز راهم كبار هذا دونك نستعملو ان هذا واسع. من بعد نقول مثلا كونتريز كونتريز اي ليف ان الجيريا راني عايش في الجزائر اي ام جوينغ تو لاند ان الجيريا فرانس يونايتد ستيتس بريتن اور سمثينغ نستعملو ان واي ذر اوكي. So the most important thing you have to remember is how it is staged. You have at, specific, on, wide, يعني واسع شوية, wider, يعني واسع. كم؟ هنا specific إذا كان قضية time, الوقت, نقوله مثلا 5, 6, 7, 12 تعليل كذا هذيك specific, at. Location, address, exact. وين نتلاقى والى اخره هذه ات اوكي. اذا كان واسع شويه انا نقول مثلا في الوقت نعطي له مثلا حوالي 24 ساعه فيما يخص 24 ساعه النهار فيه 24 ساعه الويكند فيه مثلا 24 ساعه 48 ساعه هذا بتاع 24 ساعه نستعملوا في الوقت نستعملوا اون. اما في المكان اذا كان قلت لك مثلا الحي ولا مثلا ستريت جاميروش ستريت الى اخره مانيش سبيسيفيك للبيت واسع نستعملوا اون. واذا كان مثلا واسع كما الولاية كما البلد كما الوطن إلى آخره هذا نستعملوا إن على خاطر واسع هذا. من بعد فيما يخص الوقت العام فيه 12 شهر يعني واسع is 12 months in one year so that's why we use إن instead. العشر سنين decade ثاني نفس الشيء القرن ثاني واسع بزاف اسمه نستعملوا إن. دونك اشفوا على at on in and this is the way to use it okay. Now we are going to study give some more examples on the different things how to use at on in. Again I will give you some examples so we can understand the prepositions at, on, in. Okay? Some specific examples so you can understand the differences between at, on, in, when can we use them in terms of time and place. Okay? First one is I am going to land in New York. In New York. Because New York it's wide. Or wider, واسعه. So we use in at 7 a.m. نهبط في نيويورك على 7 تاع الصباح a.m. 7 تاع الصباح هذا يعني هنا قلت لهم الوقت exact قلنا كي يكونوا specific exact we use at. إذا كان wider واسع نستعملوا in. Donc I am going to land in New York واسع wide at specific 7 a.m. نهبط على 7 اوكي صح. I am going back to school on Wednesday. وعلاش نقولوا on Wednesday باسكو كيما قلنا نستعملوا on كي يكون دعوة للبيت واسع 24 ساعة هذا هي واسع باسكو في Wednesday و Wednesday يوم الأربعاء فيه 24 ساعة دونك إذا استعملنا حاجة فيها 24 ساعة تاع وقت نستعملوا on.
on Wednesday, on Monday, or Thursday, on Friday, and stuff like that. Okay? Well, I am going back to school in September. كما هنا in New York. New York واسعة. استعمل in. هنا ثاني in September. The month of September. الشهر تاع سبتمبر فيه 30 يوم. I am going back to school in September. In September. هنا الموان سي واسع. Wider. We use in because it's the month of September. We say in January, in March, in April. هذا قاع واسع بالبزاف نقولوا in. Okay? إذا كان specific كما هذه مثلا نقولوا this school will start at 8 a.m. ليكفول يبدا 8 تاع الصباح. School will start at 8 a.m. هنا we are specific at 8 تاع الصباح. I live in Buira. The city is Buira. واسع. I live in Buira. كي نحب نكون un petit peu exact, a little bit more specific. Okay? I live on Amirouche Street. نسكن في طريق تاع Amirouche. طريق تاع Amirouche. ماناش specific ثاني وماناش vraiment specific وماناش vraiment واسعين بالبزاف. هنا راني قلت في الطريق تاع Amirouche. هنا on Amirouche Street. كي نقول I live at 325 Amirouche, here I am more specific. قلت الادريس exact. هنا specific نستعملو at. هنا on Amirouche ماناش فريمون exact. Amirouche, Amirouche واسع طريق. ماناش exact. هنا نستعملو on. إذا كان بويرة وين نتلاقاو بويرة؟ I have no idea. بويرة is really wide. So نستعملو in بويرة on Amirouche Street. كي نكونو سبيسيفيك نسخولو at 325 Amirouche Street in بويرة. هنا نستعمل two prepositions at باسكو رانا exact و en même temps in بويرة باسكو بويرة واسعة. I hope this is helpful. If you have any questions, please put them down in your comments. If you have any questions or any proposition for new lesson or something you don't understand or something, please let me know and I will be more than happy to give you a lesson or make up one just for you. I thank you very much. I hope you enjoyed the lesson.